التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 893 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 331607 حالات وقالت الوزاره انه تم تسجيل الف وسبعين حاله جديده ثبتت ايجابيه تحاليلها للفيروس ومتحوراته بالاضافه الى وفاه 34 وثلاثين حاله جديده مشيره الى ان اجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد بلغ ثلاثمئه وسبعه وتسعين الفا وسبعمائه وثمان وسبعين من بينهم 331000 و607 حالات تم شفاؤها و 22.097 حالة وفاة ذكرت المراكز الافريقيه لمكافحه الامراض والوقايه منها ان إجمالية اصابات فيروس كورونا ارتفع الى 10 ملايين و233431 حاله بينما بلغ إجمالي الوفيات مائتين ألفا وسبعمائة واثنتين حالة مقابل تعافي تسعة ملايين وثلاثة وثمانين ألفا وثلاثمائة وخمسة شخصا وأوضحت المراكز أن عدد المحصنين من سكان القارة السمراء ضد الجائحة بلغوا حتى الآن 204 ملايين و241 ألفا و949 وتسع شخصا بنسبة تجاوزت العشرة وواحد من عشرة في المئة من تعداد السكان بينما حصل على جرعة واحدة خمسة عشر في المئة وحصل أربعون وأربعون من مئة في المئة على جرعة معززة فيما يشير إلى استمرار تباطؤ عملية التحصين بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عبد الله اللافي خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الامريكي الخاص الى ليبيا ريتشارد نورلاند مسار العمليه الانتخابيه في ليبيا واكد اللافي ضروره وضع خارطه واضحه المعالم وجدول زمني محدد لتنفيذ الاستحقاق الانتخابيه معولا في الوقت ذاته على مجلس النواب للدفع بهذا المسار الى الامام بما يلبي طموح الشعب الليبي ووفق اليه من النزاهه والشفافيه تقبل بنتائجها جميع الاطراف من جانبه اكد نورلاند ان الولايات المتحده تدعم بقوه باع مسار يمكن ان يؤدي الى انتخابات حره ونزيهه وشامله أدانت وزارة الخارجية العراقية ما تعرضت له المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد من استهداف للسفارة الأمريكية بالصواريخ، وقالت الوزارة إنها تدين بشكل قاطع أي عمل يعد مزعزعا لأمن واستقرار العراق مجددة الالتزام بتوفير الأمن والحماية للبعثات الدبلوماسية واعتماد جميع السبل الضامنة لتيسير عملها وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الدولية. اعلنت اوكرانيا ان لديها مؤشرات اوليه الى تورط محتمل لاجهزه الاستخبارات الروسيه في هجوم الكتروني واسع نطاق استهدف العديد من وزاراتها وافادت وكاله الانباء الفرنسيه عن المتحدث باسم الخارجيه الاوكرانيه ولج نيكولينكو بان جهاز الامن الاوكراني حصل على مؤشرات اوليه ان مجموعات من القراصنه المرتبطين بالاستخبارات الروسيه قد تكون وراء الهجوم الالكتروني الكبير الذي وقع وبحسب بيان صادر عن جهاز الامن الاوكراني فقد استهدفت الهجمات سبعين موقعا الكترونيا حكوميا جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد على التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيت برايس إن بلينكن سلط الضوء خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكوري الجنوبي على أهمية استمرار التعاون الثلاثي بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان وذلك في أعقاب إجراء كوريا الشمالية لثلاث تجارب على إطلاق صواريخ باليستية هذا العام اندلع حريق في مستودع للمواد الكيميائيه في مدينه باسايك بولايه نيوجيرسي شمال شرقي الولايات المتحده ياتي ذلك فيما قررت السلطات عدم اجلاء السكان لكن رئيس بلديه المدينه حتى جميع القاطنين في المناطق المحيطه بالمستودع المنكوب على إغلاق نوافذ في منازلهم وبحسب سلطات الولاية فإن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب الحريق الذي اندلع في المبنى المكون من ثلاثة طوابق نهاية موجز التاسعة نعود لاستكمال فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل